فالنهارده هنعمل الكباب العراقي، يعني لحمه مفرومه. طيب هنعمل عايزين علشان نعمل الكباب العراقي بالطريقه المظبوطه، عايزين نص كيلو لحمه خروف ونص كيلو لحمه عجل، عايزين الاثنين. عايزين بصله مفرومه، عايزين معلقتين كبار سماق، نص كوبايه بقدونس مفروم، معلقتين كبار دقيق، معلقه كبيره بهارات، عايزين ملح وفلفل. للصينيه عايزين 2 بصل، 2 فلفل اخضر، 6 فصوص ثوم، 2 طماطم. طيب هناخد الحاجات اللي احنا قلنا انها هتتحط في القاع. عندنا هنا الطماطم، وعندنا الفلفل الاخضر، وعندنا البصل شرايح، وعندنا الثوم. هنحط على الكلام ده كله شوية ملح، مش هحط عليه غير ملح وفلفل لان هو هينزل عليه بهاريز مبهرزة من الكفتة. هنحط ده بقى كله كده مع بعضه هنا، نوزعهم كده كويس. كل ده طبعا هيدبل، فاحنا خلينا ايه نوزعهم بطريقة مظبوطة. يلا خلاص كده احنا خلصنا من الصينية، خلينا نحطها كده على جنب ونبتدي نعمل اللحمة بتاعتنا. عندنا نص المقدار لحمة خروف ونص المقدار لحمة عجل. عندنا ملح، عندنا فلفل، عندنا بقى البصل، بقدونس، دقيق، سماق، وعندنا شوية بهارات. صح بهارات اهي. بهارات ايه هي؟ البهارات السبع بهارات العادية. طبعا اللحمة الخروف فيها دهنة، فعشان كده احنا قلنا لحمة خروف. لو لحمة خروف ملقتوش يبقى انا بفضل انكم لو هتستعملوا لحمة عجل، مثلا لو هنحط كيلو من لحمة العجل هنحط ايه 800 جرام لحمة عجل و200 جرام ليا او دهنة. اوكي كده احنا تمام التمام. هناخد بقى دلوقتي الكفتة بتاعتنا وهنبتدي نشكلها. ممكن تشكلوها على السياخ وممكن تشكلوها عادي، يفضل انكم تحطوها في التلاجة شوية علشان تتماسك وتقدروا انكم تعملوها بالشكل ده. هي عندي اوريدي متماسكة، بس يعني برضو بيفضل نحطها في التلاجة، بتتماسك اكتر وبتبقى اسهل في التشكيل. كده نعملها كده ونحطها كده هنا بالشكل ده فوق الخضار على طول. هنكمل بقى الكمية بتاعتنا كلها بالشكل ده ونحطها في الصينية وهندخلها الفرن على أعلى درجة حرارة،